وهذا سائل يقول: هل يجوز قراءة القرآن بصفة جماعية وبصوت واحد وكذلك من أجل الحفظ؟ إذا كان هذا من أجل التعلم فلا بأس أن المدرس يلقن الطلاب آية ثم يردونها يقرؤونها بعده وكذا، هذا من باب التعلم. أما من باب التلاوة فلا يجوز القراءة الجماعية، تلاوة لا ما يجوز، أما التعلم لا بأس. نعم.